ايه ده؟ يا نهار اسود، انا المفروض اذاكر كل ده؟ الحق يا باسم الحق. لا لا لا، ايه يا بنت انت في ايه؟ مين مات؟ مين مات؟ مين مات ايه؟ الامتحانات مالها؟ اتلغت؟ اتلغت؟ يا ريت حتى تتأجل، الامتحانات كمان يومين. يخرب بيتك، بتقولها لي في وشي كده مرة واحدة؟ ايه المفاجأة دي؟ اما ازاي يعملوها كده من غير ما يقولنا؟ مش المفروض يشوفونا الأول جاهزين نمتحن ولا لأ؟ معلش، كان عاملين لنا مفاجأة سيربرايز. انت هتستهبط، انت ذاكرت حاجة؟ انا ماما؟ يا نهاركو اسمك، انتوا اللي انتوا بتعملوا ده؟ لا ولا حاجة، الامتحانات هتبدأ واحنا مش عارفين اي حاجة، هنسقط. لا والله. طب ولما انتوا عارفين ان الامتحانات هتبدأ ما ذاكرتوش ليه لحد دلوقتي؟ ها؟ يا وشي الخدود. هو ايه، هو مفيش غير وشي اللي بيتضرب هنا؟ وانت بتضحكي على انت كمان، ما انكفاش زيه، تعالي معايا. ليه الغدر ده بقى؟ طب ما نهاج يا ماما من غير ضرب يعني. ايه ده، وانت واخداه ورايحه فين يا ماما؟ ولا ركز معايا كده، انا نازله وام كرش جايه معايا هي وبولز، رايحين عند خالتك واحتمال نتاخر، وابوك في الشغل ومش هيرجع دلوقتي، ومفيش غيرك اللي قاعد في الشقه. بتوع الفلاتر هيجوا عشان يغيروا الفلتر بتاع المايه اللي بايظ ده، ولازم لما يجوا يكون حد قاعد معاهم، فانت هتقعد معاهم، لما يجوا يغيروه هتاخد الفلوس دي هتديها لهم. الله، وانا مال انا ماما بالموضوع ده؟ يعني انت مالك؟ ابعت اجيب ناس من بره يعني يقفوا معاهم ولا ايه؟ ولا ما تستعبطش، يلا اتصل هتلاقي الرقم بتاعهم على العلبه، عشان هم بيقفلوا الساعه 3. والله يا باسم لو رحت وجيت ولقيتك لسه ما اتصلتش بيهم ونسيت، هيبقى يومك اسود. اسود ازاي يعني؟ يا سلام، عاوز تعرف؟ اعرفك. لو على ايه؟ انا تمام، انا فاهم. ايوه كده، ما كمل اول، لازم تعصبني يعني؟ وانت يا بنت ام كرش سيبك من اللي بتعمليه ده، ويلا عشان ننزل يلا. وانت بقى ما تنسوش، اللي لسه عملتش لايك للفيديو اعمل لايك، واللي لسه عملتش اشتراك للقناه اعمل اشتراك، عشان احنا داخلين تحدي ان احنا نوصل 1,000,000 قبل شهر 3. فلو انتوا بتحبونا، كل اللي بيتفرج دلوقتي يعمل اشتراك للقناه عشان نوصل 1,000,000، واعملوا لايك للفيديو. بحبكم كلكم، واللي مش هيعمل اشتراك انتوا عارفين، يلا مستنيين يعملوا اشتراك يلا دلوقتي. وانت يا بت تعالي يلا. ده ايه ده؟ كل حاجه انا اللي اعملها ده؟ روحي يا اختي، روحي يا اختي كمان معاه. ايه ده؟ ده مين اللي بيرن ده كمان؟ ما يخرب بيتك انت، ما بيجيش منك غير المصايب، انت عايز مني ايه ده؟ الو. الحمد لله يا عم، انت عامل ايه؟ ايه؟ خروجه؟ قول والله العظيم قشطه، حلو ده. حتى انا مودي كده زهقان اليومين دول. بص، اي حته انا خارج معاكم. لا بص بقى، انت قول لي بقى مين جاي معانا بقى، هنخرج فين؟ قول لي كل حاجه، انا معاك اهو يا عم. بقول لك انا معاك في اي خروج، انا اصلا زهقان يا عم، بلا امتحانات بلا نيل يا عم. سيبك منها يا عم، سيبك منها. ايه ده؟ المايه مش شغاله ليه؟ يا نهار اسود، الفلتر والشركه اللي هتيجي تغيره الساعه كام؟ يا لهوي، الساعه 3:15. اقفل يا بوز الاخس، مكالمتك المنيله دي اقفل. الشركه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، بقى مغلق. امي هتنفخني، امي دي قالت لي لو جيت لقيت الفلتر ما اتغيرش هتموتني. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل جعفر لو جت هتديني شبشب؟ لا، امشي واسيب البيت، امشي واسيب، انا هعرف. يا نهار اسود. كامورجيه شوارعيه. ايه ده الله يخرب بيتك، الواد ده جاي يجري كده ليه؟ الواد ده عمل مصيبه ولا ايه؟ في يالا مالك يالا؟ في ايه؟ فين مصيبه؟ مصيبه؟ الله يخرب بيتك، اجري يعني ولا ايه؟ تعال ورايا، تعال خد انت رايح فين؟ تعال، ده انت المصيبه، ده انت اللي عامل لي المصيبه، خد امي هتنفخنا. انا اللي عملتها وانا مالي؟ نعم، بقول لك ايه، امك في الموضوع انا ماليش في بيها، امك عليها شبشب ولا ابعد عني انت ونصايبك يالا. استنى بس، ده انت المصيبه كلها يا حبيبي. امي قالت لي قبل ما تنزل ان في شركه فلاتر هتيجي تغير فلتر المايه وهتصل بيها قبل الساعه 3 عشان هتقفل. انت اتصلت بيها، قعدت ترغي معايا ساعه كامله لحد الساعه 3:30. الشركه طبعا قفلت، هتصل بيها تليفونها مغلق، وامي حلفت لو جت والفلاتر دي ما اتغيرتش هتنفخني. هقول لها انت هتنفخك معايا. نسيبه ومش نسيبه يا عم، وقعت قلبي يا عم، انا قلت في حاجه يا عم، كل الحوار ده عشان حته فلتر؟ طب قول لي هي مدياك فلوس كام؟ طب بتقول ايه يا عم؟ معرفش، كانت سايبه لي 200 جنيه. يا نهار اسود، 200 جنيه عشان حته فلتر؟ ده انت هنا يتنسب عليكوا بقى. طب بص يا زميلي، انت هات ال 200 جنيه دول وانا هجيب لك الفلتر واجي، وروح انت على البيت. هتعمل ايه يعني؟ ولا انا مش مطمن لك، خد اهي. بس بقول لك ايه، اوعى تعمل مصيبه. ايه؟ عيب عليك. بص فريره، روح انت على البيت، ابعت لي اللوكيشن بس عشان اجي لك عليه. ماشي، روح انت وانا جاي لك على طول. سلام. الله يخرب بيته، الحيوان ده اتاخر كده ليه؟ ولا انا من لحد دلوقتي؟ ايه ده؟
اهو شكله هو ده. ايه ايه يا عم كل ده تاخير؟ السلام عليكم. ايه يا عم انت واقف لي على الدبك ليه؟ بقول لك ايه، الثلاجه اللي نكدي فيها اكل اعمل لي اكل، تعالى ورايا. اجي وراك انت داخل زريبه يا ابني ولا ايه؟ خد يلا هنا، ايه اللي انت شايله ده؟ خد تعالى هنا خد. هي الشقة حلوة وكبيرة اهي يا عم. ما هي دي الحاجة اللي انا هكتبها لك في المطبخ يا عم، بتاعت الفلتر بتاعك وده. وريني بس انت المطبخ وانا هتصرف. ربنا يستر، تعالى ورايا. تعالى يا عم خش. الطرف عندك ليه؟ هو ده هو ده يا عم اللي انت عامل عليه الحوار ده كله. امك هتنفخك هتنفخك وهتنفخنا يا عم. ده سهل يا عم، ما تعصبوناش بقى. ماشي لما نشوف، المهم هتعرف يا عم. عيب عليك بقى، لسه بقول لك ما تعصبوناش بقى. بقول لك الموضوع سهل، بس لو انت واقف كده كوبايه شاي كده في السريع واتفرج بقى بالصحاب. ولا شاي انت هتستعبط ولا انت تفتكر نفسك صنايعي وتقعد كل شويه شاي في شاي؟ اشتغل يوم. اه لا بقى من اولها بقى تقعد تزعق بقى. لا خلاص بقى تعالى اعملها انت بقى. لا لا وعلى ايه انت بتزعل يا اسطى ليه بسرعه كده؟ اشتغل، هعمل لك كوبايه شاي، هعمل لك كوبايه شاي. يا نهار اسود، ايه الحاجات دي؟ وايه الانابيب دي كلها؟ دي بتتركب فين دي؟ ايه كل الانابيب دي؟ هتتفكك. انا نسيت الراجل قال لي ايه. يا نهار اسود. نعم انت هتستعبط يا عم. في ايه مالك؟ قلت لك ما تخافش بقى يا عم، الحاجات دي كلها سهله. بهزر معاك، اتفرج بقى اللي عامله دلوقتي. انا هخلو لك اشتغل احسن من الشركه اللي كانت هتعمله. اتفرج بقى. لا كده كتير بصراحة. ايه يا اسطى في ايه؟ انت قدامك قد ايه كده؟ امي زمانها جاية لو جت ولقيت الحوار ده كده هتموتنا. يا عم اصبر بقى، ما تتنططش عليا انت وامك بقى، ما انا شغال بعمله لك اهو، اللي حتى ما اكلتني لحد دلوقتي. اكل يا عم انت دلوقتي. طب خلص وانا هاكلها. اصبر بس يا عم، اصبر بس. بس كده كل حاجة زي الفل، كده خلاص بقى تمام. انت بتتكلم جد؟ يعني كده تمام؟ يا عم عيب عليك، استنى بس. يا نهار اسود، لا يقع. بس بص بيضرب اهو بقى، كل حاجه احسن من الشركه اللي كانت هتعمله لك. فين بقى الاكل بقى؟ يا عبد اللعيبه لا تسلم ايدك يا اسطى. بص بقى اعتبر البيت بيتك، انا هخش اخد دش واطلع لك بسرعه عشان ناكل مع بعض. ماشي يا عم بس مش تتاخر. اه هستناك، انجز بقى. لا اتاخر ايه، عيب عليك، دش سريع كده. اعتبر البيت بيتك بس على يد، اوعى تبوظ اي حاجه. انا داخل واطلع لك بسرعه. ايه ده؟ حرامي حرامي، ده انت جيت الشقه الغلط، خليك زي ما انت. اه يا حرامي الكلب، خد دي خد دي. ايه ده في ايه؟ اه يا شركتك قوي ده، انت حرامي بيجي حاول. حرامي الحقوني، حرامي خد دي، حرامي. يا ولادتي يا ولادتي، الحقني بس الحقني. شفتي نملة عاملة ايه؟ حرامي حرامي الولد، حرامي يا ماما، حرامي حرامي فيني مخرفي. يا نهار اسود، حرامي ايه بس يا ماما؟ انت ايه اللي طلعك فوق كده؟ يا نهار اسود الحقني يا عم، قول لها يا عم. دخلت من الشقة لقيتهم دخل راسه جوه التلاجة وقاعد بياكل فيها، يبقى حرامي ولا مش حرامي؟ يبقى حرامي يا ماما. انت بس حرامي ايه بس؟ ده صاحبي السرساجي اللي خلصناه موضوع العفريت، فاكره؟ ايوه يعني. وايه اللي جابه هنا وداخل براسه جوه التلاجة كده ليه؟ بص التلاجة فوق ازاي؟ نعمل زي القرد، انزل من عندك يلا. شفتي؟ وليه ما بيتمرش فيكي حاجة؟ لسه مصلح لكم الفلتر بتاعكم وجاية تضربيني، ايه جعان ما كلش يعني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الله يخرب بيتك اسكت. ايه ركبت ايه؟ ايه اللي الواد بيقوله ده؟ ركب ايه الواد ده؟ صح الفلتر، انت اتصلت بالشركه صح؟ خليتهم يجوا يركبوا الفلتر. اه يا ماما اتركبت جوه، كل حاجه تمام، حتى خش اطمني بنفسك. اسكت انت يا حيوان، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا عم اقعد بقى، انا هفضل هنا كتير ولا انا عاوز انزل؟ طب كويس، وسعني كده عشان اخش اشوفه، وعقبال لما اخش اشوفه انتوا الاثنين كده تنزلي من فوق. اعمل ايه؟ الشقه اللي اتبهدلت دي الله يخرب بيتك يا جزمه، اطلع موتك ترجع فله زي الاول. ايه ده؟ مين هيعمل ايه؟ الحق يا فعلا صدق الحاج اللي معاكوا الراجل الكبير هنا ابوك ده، لما قال عليك جعفر. جعفر؟ يخرب بيتك بتقول لها ليه كده؟ البس. طب ايه رايك بقى؟ عشان كلمه جعفر دي هتنزل هتنضف الشقه دي كلها مش الصاله بس، وهتروقها وهتمسحها كمان. اه مرد عشان انا خفت كده. لا احنا رجاله قوي مش هنعمل حاجه. لا والله. طب كويس يا عم الراجل، تعالى بقى لما نشوف هتعملها ولا لا. ايه ده؟ يا نهار اسود، الحق الولاد دي بتشدني ليه؟ الحق 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 بس الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. ها حلو كده؟ يعني كويسه شويه، بس اظبط الامتيريه ده ها؟ اول لما اخش اشوف الفلتر واجي. كتك القرف.
ماشي يا ماما. اه خش فيه خش فيه. هو انت يا ابني عايز مني ايه؟ هو انت لسانك ده ما بيتلمش ابدا؟ اهو لسانك ده اللي بيودينا في داهيه يا عم. ربنا ما تتكلمش معايا خالص، دمك دي وليه مفتريه. هي اتاخرت جوه كده ليه؟ بقول لك ايه، انت متاكد ان انت رابط كل حاجه صح؟ كل حاجه تمام يا عم؟ عيب عليك، تقريبا كده. ايه ده يا نهار اسود؟ ايه يا استاذ سويت ده في ايه؟ يخرب بيتك، هو ده اللي متاكد ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده في ايه؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انت عارف المثل اللي بيقول لك الجري نص الجدعنه؟ لا ده طلع الجدعنه كله ورايا. يا نهاركو اسود، يعني انتوا اللي عندنا ما جبتوش الشركه زي ما انت قلت لي، وهتجري هتروح فين؟ ده انت يومك اسود معايا النهارده. خد يلا خد. يا ضهري. شفت ربنا؟ اتهدي بقى يا ولاد شويه، ولا باسل خدني معاك يلا. طب يا سرسج الكلب يا ابو سنين انت، طب ايه رايك؟ انا هسيب هو وهاجي اموتك انت. خد يلا، والله ما هسيبك ولا انت ولا هو. تعالوا.